الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشاد بمعية الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر بالرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن أثناء افتتاح مكتبة ومتحف بمركز جورج دبليو بوش الابن في دالاس بولاية تكساس. عندما ندخل إلى هذه المكتبة كل شيء يذكرنا بالقوة والعزم الذي لا يصدق الذي جاء من مكبر الصوت وهو يقف بشجاعة وسط الركام والأنقاد في جراوند زيرو وهو يعد بتحقيق العدالة ومعاقبة أولئك الذين حاولوا تدمير حياتنا. جورج دبليو بوش. من جهته عبر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش أهدي افتتاح هذه المكتبة متمنيا أن لا يتزعزع مستقبل بلدنا. قيادة بلد شجاع ونبيل كالولايات المتحدة الأمريكية سيظل شرفا لي طيلة حياتي مهما كانت التحديات التي تأتي قبلنا. سأظل أعتقد بأن بلدنا سيكون دائما الأفضل. بارك الله فيكم. المتحف الذي بلغت تكلفته 250 مليون دولار يضم مجموعة واسعة من المعلومات عن فترة رئاسة بوش ويضم 70 مليون صفحة من السجلات الورقية والتحف والأعمال الفنية.